رئاسيات 2024 هي سابع انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر لانتخاب الرئيس الحادي عشر للبلاد بعد أن اعتلى سدة الحكم 6 رؤساء للجمهورية إما بالانتخاب أو التزكية، في حين تم تنصيب 4 رؤساء دولة في ظروف خاصة لمدة وجيزة. أحمد بن بلة كان أول رئيس للجمهورية بعد الاستقلال، وشغل المنصب في الفترة بين 15 من أكتوبر 1963 حتى 19 من يونيو 1965، تاريخ الانقلاب العسكري الذي قاده ضده وزير الدفاع هواري بومدين، والذي حكم البلاد حتى وفاته في 27 من ديسمبر 1978. بعدها عين رابح بيطات كرئيس للدولة بصفة مؤقتة لمدة 40 يوما إلى حين تزكية الشادي بن جديد كرئيس للجمهورية من 9 فبراير 1979 حتى 11 من يناير 1992، تاريخ استقالته من المنصب. في 16 من يناير 1992 تم تنصيب محمد بوضياف رئيساً للمجلس الأعلى للدولة. بوضياف لم يعمر طويلاً في المنصب بعد اغتياله في 29 من يونيو 1992 ليعوضه في المنصب علي كافي حتى 30 يناير 1994 حين سلم السلطة لوزير الدفاع اليمين زروال الذي سير الدولة إلى غاية تنظيم أول انتخابات تعددية في 16 نوفمبر 1995 والتي ترشح لها زروال وفاز بها قبل أن ينهي عهدته بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في 27 من أبريل 1999 والتي فاز بها عبد العزيز بوتفليقة ليحكم البلاد لمدة 20 سنة بعد فوزه بأربع ولايات رئاسية قبل أن يقدم استقالته في 2 أبريل 2019 ليشغل عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة مؤقتا لمدة 8 أشهر قبل انتخاب عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية في 12 ديسمبر 2019.